القطر، كوبان سكر، كوب ماء، يوضع على نار متوسطة. بعد أن يغلي تخفف النار ويترك مدة 5 دقائق. ملعقة صغيرة عصير ليمون حامض، ملعقة كبيرة ماء الزهر. يقلب قليلا ثم يرفع عن النار. أشعيبيات 16 قطعة من عجينة البقلاوة أي نوع. كوب سمنة أو زبدة مذابة. تدهن كل رقاقة بالسمن المذابة حتى نحصل على 12 طبقة. تقطع الرقاقات إلى مربعات قياس 10 ب10 سنتيمتر. صينية للفرن مقاس 22 ب32 سنتيمتر، تدهن بالسمنة. توضع ملعقة كشطة في وسط كل رقاقة وتطوى على شكل مثلث. نكمل باقي الرقاقات بنفس الطريقة حتى نكمل الصينية. يدهن وجه الشعبيات بباقي السمنة. توضع الصينية في فرن محمى مسبقا على حرارة 200 درجة على الرف الأوسط حوالي 20 دقيقة أو حتى تتحمر. يوزع القطر على الشعيبيات وهي ساخنة وتترك حتى تبرد. تزين قطع الشعيبيات بالفستق الحلبي وتقدم.